بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: الملائكة الخلاقة وزيلينسكي وخلق التقدير والاستحالة والاختراع والمرأة التي نكحت رجلا. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم. أود أن أشكر الذين وقفوا معي وسيقفوا معي في النهوض بالقناة. أخوتي الكرام، أود الإشارة بدقيقتين: يجب أن ننهض بالقناة. وصلنا إلى مرحلة لا تتحمل الوضع الذي نحن فيه. نريد أن ننطلق إلى المباشر وإلى إحياء القناة. عندما تضع تربة في حسينية، لك صدقة جارية في الحسينية، كلما سجد على تلك التربة شخص لك 10 حسنات، وكل أنواع التصدق بهذه الطريقة، أعلاها وأسماها وأعظمها عندما تستخرج ضعيف القلب شيعي من الضلال إلى اليقين. شوف أنت الأخبارية الذين ساهموا في إخراج كل مشرك مفوض من الإشراك إلى التوحيد، والذي بعث محمد النبي، لو عرفوا عظم ذلك لتباهوا آناء الليل وأطراف النهار، كله في مرضاة الله. شيعي تايه تأخذ بيده، هذه عظيمة، هذه أعلى وأسمى غايات التصدق. لا تتصور أني أريد المتاجرة، أنني كنت أكابر، ولكن وصلت مرحلة أنني أتلقى الرسائل، أنت عبرت 1000 رسالة، والله العظيم لم أرد عليها بعد 1000 رسالة. فالقناة ما تتحمل أكثر من ذلك. همتكم أخوتي في إحياء هذه القناة لها حق عليكم. وأتوقع أن أخبارية العراق وأخبارية البحرين سيقلبون هذه القناة رأسا على عقب. خليني أروي لك هذه الرواية. قد أنت تغض الطرف، ولكنه الموضوع طويل. شوف، عن أبي قال جعفر بن محمد عليهما السلام: من كان همه في كسر النواصب عن المساكين من شيعتنا الموالين، حمية لنا أهل البيت، يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوارهم ويفخم أمر محمد وآل محمد. انتبه، جعل الله تعالى همة أملاك الجنان في بناء قصوره. فلا تتصوروا نحن محتاجون، نحن أثرى الناس، نحن أغنياء. ودوره يستعمل بكل حرف من حروف حججه على أعداء الله، أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكا قوة. كل قوة كل واحد يفضل عن حمل السماوات والأرض والأرضين. فكم من بناء، وكم من نعمة، وكم من قصور لا يعرف قدرها إلا رب العالمين. عرفتم أخوتي؟ الموضوع أعظم من ذلك. لننهض بهذه القناة فإنها بأمس الحاجة إلى الوقفة، ولها حق عليكم. هذه القناة لها حق عليكم. 5 سنوات تخدمكم بما قدر الله تعالى لها، خدمتكم وفتحت أبصاركم لعشرات القضايا والمشاكل التي أجمع الأصوليون وغيرهم على أنها من الأحاديث التي لا يتطرق إليها. انتبهوا، هذا أمر. الأمر الثاني والذي يثبت كلامي: كيف أنت بحاجة إلى معلم؟ ميرزا حسن سائل:
يقول شيخنا أنت تقول خلق الاختراع، ابعث لي إيميل وابعث لك، تحط راسه. يقول له أنت سألت شيخ واثق لو لا؟ إن خلق الاختراع لله وهذا صحيح، ولكن في الرواية يعطي مثال على خلق الاختراع وهو خلق السماوات والأرض إلى آخره. إذا اختصر سؤاله يقول لكنه أكو ملك، رواية تقول الملائكة فخلق 7 سماوات. انتبه. والأخ حسن الغريب نفس السؤال، يقول أنت تقول أيضا ابعث لي رأسا، ادز لك إيميل اسأله، قل له أنت سألت هيك شيخ واثق لو لا؟ يقول أنت تقول خلق الاختراع للسماوات والأرض، يقول ولكن احنا عندنا رواية أيضا الملك يخلق. والأخ أيضا السائل الثالث، وإن نسيت اسمه، نجم أحمر، سؤال نجم أحمر أيضا، بعث لك إيميل نفس السؤال يسألني بسهولة. شيخنا أنت تقول في أقسام الخلق أنه لله تبارك وتعالى وهو خلق الاختراع، ليش الملك اللي يقول خلق السماوات والأرض هذا هني أنا خلق اختراع، فليش شلون أنت تجي تثبتها هناك وما تجي تثبتها هنا؟ تفهم قصدي؟ شوف دائما أنت بحاجة إلى معلم دائما. لذلك أنا كثير من القضايا من أشوف يقول لك يبعثوا لي الله يحفظهم الشباب فلان رد عليك، الله أضحك ثقوا برسول الله. كثير منهم يبعثون أقول له أضحكتني أضحك الله سنك، أضحك لجهلهم وأحزنوا عليهم. ولا تتصور أنني خائن للأخبارية، أكبر خائن للأخبارية هو أني. تدري ليش؟ أخفي عنهم الكثير من الأسرار. ليش؟ ما أريد الأصوليون يستفيدون بعدين يتعلمون منا ويبيعون علينا، يأخذ الجواب منك ويتفلسف براسك بعدين على هذه، وهي مخالفة للدعوة الصحيحة. الداعية الصحيح ما المفروض يخفي إلا القضايا التي فيها مصلحة. أنا أخفي كثير من القضايا عن الأخبارية حتى لا يتعلم غيرهم من أهل الضلال. انتبه. الحديث ماذا يقول؟ عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله عز وجل فوض الأمر إلى ملك من الملائكة فخلق 7 سماوات و7 أرضين وأشياء، فلما رأى الأشياء قد انقادت له قال من مثلي؟ فأرسله الله عز وجل نويرة من نار. قلت وما نويرة من نار؟ قال نار أنملة، يعني الكبرى، استقبلها بجميع ما خلق فتحللت لذلك حتى وصلت إليه لما دخله العجوب. هذا الحديث يستدل به على أن الله عز وجل هو الخالق للسماوات والأرض دون غيره. وهنا المفاجأة، أجمعتم أخبارية وأصولية والمشركون من المفوضة. حكم المفوض مشرك أخوتي، انتبهوا، أنه قال خلق فليش هذا يخلق والإمام ما يخلق؟ الملائكة أفضل من الإمام. شوف الخطية. أولا أخوتي الكرام، هذا خلق وهمي، سماوات، شوف ستضحك علي، شوف ستقول هذا الشيخ ايش قد كلاوشي. هذه تعمدت ان ابقيها حتى ابقي الناس في شوق الجواب، كلها عوامل نفسيه، اتركك لشوق الجواب تبحث لويش. هذه سماوات وسب، طبعا لو افتح مباشر بهذا I am not bragging، خاف عبالك أشوفك نفسي، لا بالعباس، لو أفتح مباشر في هذا الحديث لك أصلخهم مثل الطليان، شلون تعلق الطلي وتصلخه، وهكذا أسلخهم سلخا بقوة آل محمد عليهم السلام.
أول سؤال، إذا الملك خلق السماوات والأرض، ليش تقول علي بن أبي طالب خلق السماوات والأرض؟ شوف خطية. لا 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 لا، أنت تقول الملائكة خلقت السماوات والأرض، زين شلون علي بن أبي طالب خلقها؟ تشوف شلون؟ الحديث ما يقبل غلط مثل الرياضيات، بدقة الرياضيات ما يقبل غلط. إذا أكو خلل أعرف أكو خلل في الفهم أو معنى الحديث، إذا ماكو تضارب وهي اللي خلقته ما أريد أفرع. مرة علي خلق الكون ومرة الملك خلق السماوات والأرض، يعني أنت إذا تستشهد بأن الملائكة خلقت السماوات والأرض، لا شلون تستشهد بأن علي خلق السماوات والأرض؟ شوف هذه كلش ما تجي. ثانيا، هذا خلق للسماوات والأرض وهمي مو حقيقي، وهمي. الله يريد يقول ترى إذا أكو واحد غيري يخلق السماوات والأرض ترى يروح يذوب في عظمتي، ما يقدر، ليست له. انتبه، أشكل على نفسي أكثر ما أشكل على نفسي. شنو الدليل كلاوتشي؟ تضحك علينا أنت، صحيح؟ الدليل لأن هاي السماوات والأرض ذابت راحت تحللت هي والملك، ما موجودة، وهمية. وعلة لك، علة الحديث معارض كلامهم، علة الحديث، أي حديث تقرأ ابحث عن العلة، أخباري، أي حديث تقرأ ابحث عن العلة، ما عليكم بالجهال. قسما برب الناس لو عندي إمكانيات أصلخ لك إياهم مثل الطليان واحد ورا الأخ بسؤال واحد، أهدم كل ما عنده مفوض. إني لك من الناصحين، أحب علي مما طلعت علي شمس أن تتوب مما أنت فيه، والله أني أدعوك إلى الحق. لكن تشلون تجي تخلي مخلوق يخلق؟ آل محمد لهم من المقامات ما لهم، شلون تخلي أنت في مقام الربوبية؟ هذه من صفات الرب يا ناس. هذا أنت ما جاي تفتهم ولا راح تفتهم بدون معلم، لا أنت ولا دعاة الإشراك يفتهمون. قسما برب الناس أمتحنهم بالوضوء، يتيهون بالوضوء، إني أعلم ما أقول لك. هذه سماوات وأرض وهمية، الله جعلها حتى يبين لنا أنه لا خالق غيره. يقول لك شوف هذا خلق سماوات وأرض كلها ذابت راحت، شنو الدليل؟ الدليل الحديث يقول فتحللت ذابت راحت بأنملة صغيرة من نويرة. نويرة مصغر من كلمة نار، يعني بقد الأصبع نار. هذا اللي خلق سماوات وأرض وهو واللي خلقهن كلهن ذابت بهذه أمام عظمة الله. أنت لك شلون تقول هذا يجي يخلق، يجي مخلوق يخلق؟ الله يريد، مو الله يعرف، يعرف لو ما يعرف، يعرف أكو ناس ستدعي فيما ليس للمخلوق إلا للخالق، يعرف. يقول فأنت إذا تجي تقول، وهسه أقول لك شلون أنت تريد تثبت علي خلق الاختراع، انتبه. أنت عندما تقول هذا ملك خلق السماوات والأرض، يقول أنت شلون هكذا تقول أنا نويرة قد الأصبع ذابت بما فيها؟ زين من تحللت هاي السماوات والأرض والملك كلها تحلت وذابت، إذن شلون أنت تقول أن الملك خلق السماوات والأرض؟ ذابت وهمية مو حقيقية، هذه وهمية. يريد يقول لك ترى اللي يقول غيري من يخلق السماوات والأرض ترى يذوب بنويرة، نويرة صغيرة من النار. هاي وحدة. دائما عودتك ولا تخيب ظني بيك، لأن أنتم بالإجماع جاهلون في هذا الحديث وأنا أتأذى. أنا 5 سنوات شت أسوي لعد؟ إنني أستاذ فاشل. إذا أنت ما تعرف قواعد الإشكال اللي وجه علي، قال شيخنا أنت هذا خلق اختراع لأن الله خلق السماوات والأرض وأنت استشهدت بخلق اختراع. شوف شلون أبين الإشكال بقوة أفضل من ما يشكل بي علي الشخص. والملك خلق السماوات والأرض هذا هم خلق اختراع؟ لا، لأنك أنت ما تعرف القواعد. هذا خلق استحالة. شنو السبب؟ لأن علة
خلق الاستحالة ممنوع ديمومة بقائه على الخلق، لذلك سمي باستحالة، وهذا الخلق ما صارت به ديمومة لأنها ذابت. خلق الاختراع شرطه بقاء. أحكيك حديث، أنا مو أصولي، أنا أحكيك حديث. علة خلق الاختراع ديمومته على الخلق، وخلق الاستحالة عدم الديمومة، ما دامت شرطه في تحقق مسمى الاستحالة بقائه على الخلق. والملك ما بقى على الخلق، الملك خلق وذاب، ابن ويرية هو والسماوات والأرض كلها وهمية. الله يريد يدزلنا رسالة يقول تعال أنت ولك، هذا خلق سماوات وأرض ذوبت إلك بأصبع من نويرة من نار. شنو معناته؟ معناته لا تفكر أكو شخص على وجه الأرض أو مخلوق يخلق غيري، إنني خالق. فأنتم تستشهدون بحديث ينفي أن غير الله هو خالق، فأنتم بجهلكم. أنا متورط متورط، أخباري إذا أخرجت لك مشرك واحد سأدعو الله في هذا اليوم يرفع عنك الحجة. لو طلع لك مشرك واحد من الإشراك إلى التوحيد، والله ستكون عليك أحب مما طلعت عليه الشمس لك. إحنا في عالم المادة، أنت تدري في عالم ما وراء المادة إحنا شو مسوين؟ لو ما تدري قاضين الدنيا، إحنا ترى الملائكة تسبح وتحمد وتدعو لنا. أخباري أنت تنقل عالم الحقيقة، هذه من لك، هذه بس الأنبياء يسووها، بس الصالحين يسووها. فهذا الحديث يستدل به على أنه لا يوجد غير خلق الله، لا يوجد خالق غير الله. فأنت شلون تجي تستشهد بالعكس ومو خلق اختراع؟ انتبه، نجم أحمر حبيبي حسن غريب شباب مرزة، هذا خلق استحالة. شنو السبب؟ لأن علة شرط الاستحالة بقائه على ديمومة. هي أنا وين أنا شارحه قابل لكم هسه، بعدين أشرح لكم تفاصيل خلق الاختراع والتقدير والاستحالة، أشرح لكم إياها بعدين. إن ذني الثلاثة، وهي فما فعله هذا الملك هو خلق استحالة مو خلق تقدير. تعرف ليش؟ لأن إشكالك التواضح، تقول لي شيخنا شلون أنت تقول خلق استحالة؟ مو أنت أثبتت خلق التقدير سماوات وأرض لله؟ زين مو هذا الملك هم خلق سماوات وأرض، أولا خلق وهمي، ثانيا فقد الشرط كونه اختراع، فاقد لشرط كون خلقه اختراع لأنه لم يبقيه ديمومة الخلق، ما بقت. بالحسين ألف سنة، ألف سنة إذا تبقى على هذا ما راح تعرف، لأن واضحة الذين أشكلوا عليه تشي يقول شيخنا هذا واضح ترى، يعني ملك خلق واضح. تعرف ليش؟ لذلك والله في مطالب الفقه والحديث، وكنت دائما أقول لكم تقرأ شيء وتتأكد منه وواضح قدامك بس ما تفتهمه، ما تفتهمه. الأحاديث علتها معارض الكلام، وإذا أفتح لك أنا أبواب جهنم في 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 مسائل الخمسي والتمتع بغير الكتاب يتكفرني أنت، لأن ما تفتهم شعتي. الاختراع شرطه بقائه على الخلق، الاستحالة فاقد لذلك، لذلك ما يصير تسميه استحالة. لأن شنو الدليل أنا أسميه خلق استحالة؟ الدليل أسميه خلق استحالة لأنه فقد الشرط البقاء على الخلق اللي هو الاختراع، فيكون خلق استحالة. لأنه شنو شرط البقاء على البقاء على الخلق؟ زين هذا الملك من خلق ما بقى على الخلق، ذابت السماوات والأرض، وهو خلق وهمي مو حقيقي. فقط الله يريد يدزلنا رسالة، ترى اللي يقول أكو واحد يخلق غيري أذوب بشعرة من جهنم، بفيتي شعاري صغيرة أذوب كله، هو والمدعي حتى الملك، هذا الله ولك الله. تعرف شنو لو ما تدري؟ الله لك المعصوم من يصلي يطيح بالقاع،
شلون ما يقول أنا واقف أمام الله؟ الله! فالاستدلال يدل على ضعف. خليني أختم لك. تعرف شنو أضعف شيء؟ أضعف شيء لما تجي واحد يعلق نفسه. بالله العظيم عندي أدلة، ما ضيع وقتي. تشوف ذول المفوضة وغيرهم من يكتبون تعليقات ومقاطع الفيديو الشبابي اللي يدزولي وكذا، 70% من عندها حسابات مزورة وبأدلة كثيرة. عندي ما ضيع وقتك. يعلقون ناس منتهية، أضعف الناس هو اللي يعلق لنفسه. لك هذه عيب. أنتم منتصرون والحق واضح، وأعدكم أن التفويض انتهى. بالله العظيم انتهى التفويض، وسيذل الله دعاته. وعد لي منك، وعد مني لكم، دعاة التفويض. احفظ هذا كلامي، دعاة التفويض بدأوا في السلم الأول من بداية الانتهاء. راح يخربوني، يخرطون بعد تاو. هذا الله. فالاستدلال بهذا أيضا باطل شباب. الله يحفظكم. وإن شاء الله بقية الردود أرد عليكم بالإيميلات. فعليه أنت تحفظ هذا، أن شرط الاستحالة، أننا نقول بالاستحالة لأنه فقد أهم شرط من شروط خلق التقدير، وهو البقاء على الخلق. والحديث لم يبقي بقاء على الخلق، ذابت، تحللت، كلها انتهت، راحت. فهذا يدل على أنه خلق وهمي. وبعدين أكو قضايا. تعرف أنت من يقولون كذب الوقاتون لموعد ظهور الإمام؟ هذا مو مثل ما أنت تفسره، لأن عندنا أحاديث تقول لك شو وقت يطلع الإمام. ما أريد أحكي هسه، شوي شوي. فأخوتي الكرام، الاستدلال بهذا الحديث يدل على أنه لا يوجد خالق غير الله عز وجل. فأضرب لك مثل، المرأة التي نكحت زوجها شنو معناها؟ في بعض الأعراف، أعذرني على هذا ولكن يستحقوا، أجلنا الله وإياكم، بعض الأعراف، يعني احنا عندنا المصطلحات القرآنية وغيرها، أنه هناك ناكح ومنكوح، أجلكم الله. بعض الأعراف يقولون لا، إذا تغير موضع الجماع المرأة من الرجل ممكن أن تكون المرأة ناكحة والرجل منكوح. في بعض الأعراف، ما أريد أحكي تفاصيل، وبمثل هذا كلش قوي. ولكن في الحقيقة كيفما كان من موضعها فهي منكوحة وليست ناكحة، لأن اختلاف المواضع لا يدل إلا على ذلك. فأقول مهما فعل المفوضة مع الفارق، ومهما حاولوا بجحودهم، جحود لأن الحق واضح، ذاك هو ماكو أوضح من اللي بينته، مهما فعلوا يريدون الانتصار، شأنهم شأن المرأة التي نكحت، كيفما كان موضعها فهي منكوحة ولن تكون المرأة ناكحة أبدا. تبع إخبارية. أهنئكم على القضاء على البدع. وآخر البدع، سأقضي على آخر بدعة موجودة عندما ننهض بهذه القناة بسواعدكم. لست متاجرا، إنما وصلت إلى مرحلة يجب أن ننهض بهذا إخبارية، وطلبي واجب عليكم نصرة إذا كنت تعتقد بأننا فعلا ناصرون ومتعصبون لآل محمد. وجب عليك، أنا ما أقول لك غير هذا. هذا هو كل الموضوع. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.